صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في لليوم الاربعاء 25 تشرين الاول 2012. عناوين سياسيه كثيره من حول العالم مقسمه بين محليه اقليميه ودوليه، بنشوفك اليوم بحلقتنا من بريس فيو على صفحات الاولى من الصحف الصادره والموزعه ببيروت. واليوم بين عتمه هالعناوين السياسيه كلها في فرحه كثير كبيره للبنان وللكنيسه عامه بتعيين البطريرك مار بشاره بطرس الراعي كاردينال. بنرجع للسياسة والعناوين صحيفة النهار والعنوان الأول: مشاورات سليمان لحوار سياسي في طريق مسدود، تحرك دبلوماسي للمعارضة ولقاءان في بكفية وجدة. كلينتون ترفض الفراغ وتؤيد حكومة لا تعمل مأمورا للخارج. فابيوس: ما ينتظره حكم بشار تصدير الأزمة وعلى لبنان عدم الانجرار. من الأوضاع المحلية إلى سوريا، أضحى سوريا وعد بهدنة بين الجمعة والأحد، بيان دمشق اليوم ومجلس الأمن يدعم الإبراهيمي. منتابع أيضا محليا من النهار: من يغطي علاج جينيفر بعد المستشفى؟ الوالد يرفع الصوت والغيارة يتبرعون بمزايدات. منتابع وإلى الخانات الثابتة من صحيفة النهار لصباح كل يوم بالمحليات لليوم: اغتيال الحسن يؤخر القرار في قضية سماحة. وأيضا بالمحليات: البابا عين البطريرك الراعي كاردينالا. محليات أيضا: الجيش ضبط إيهاب العزدي بإفادة كاذبة. البلد والناس: ال بي سي مجددا في دائرة الصراع بين الظاهر والقوات. منتابع وإلى افتتاحية النهار بألم جعبيد لصباح اليوم: دولة الرئيس أقدم فأحجم عن الحكم. منشوف التفاصيل بالصفحة الأولى ومنتابعها بالصفحة رقم 12. وإلى أسرار الآلهة لصباح اليوم، ومعنا من صحيفة النهار سرين: تردد أن المعلومات التي توصل إليها الشهيد وسام الحسن حول محاولة سابقة لاغتياله قد تساعد التحقيق في كشف مرتكبي جريمة اغتياله. لوحظ أن متفجرة الأشرفي دخلت بازار المزايدات الانتخابية. من صحيفة النهار ننتقل إلى صحيفة السفير والعنوان الأول أيضا المحلي: المعارضة تتجاهل الفيتو الدولي وتكمل مسيرة الانتحار لإسقاط الحكومة، ماذا يجري في صفوف 14 أذار؟ إلى سوريا: الإبراهيمي يوفر الدعم الدولي والغطاء الإقليمي من إيران وتركيا والمسلحون منقسمون. إعلان هدنة سوريا اليوم، هل يتوقف الدم؟ وأيضا من عناوين السفير: إسرائيل تصاعد في غزة، صراع واسع أو عودة إلى قواعد اللعبة. إسرائيل تضرب الخرطوم، قتلان وتدمير مجمع عسكري. وبمقال أيضا من الصفحة الأولى من السفير بألم إدمون صعب، بنقرأ هالعنوان: سليمان لو يتصرف. بخانة عيون معنا لصباح اليوم ثلاث أخبار، بنبدأ مع الخبر الأول: وصف قطب لبناني بيروت بأنها أصبحت في هذه الأيام عاصمة المخابرات العالمية والعربية. أشار سفير سابق لدولة كبرى يعمل في مهنة التدريس الجامعي في لبنان إلى أنه يعتقد بأن إسرائيل ليست بعيدة عما يحصل في لبنان في الآونة الأخيرة. كان لافتا للانتباه أن البيان الصادر عن لقاء الرئيس ميشيل سليمان والسفيرة مورال كونالي تضمن تأكيدا أن مساعدات الأسلحة الثقيلة الأمريكية كانت مجمدة في مرحلة سابقة قبل أن يتخذ البنتاغون قرار الاستئناف في أذار الماضي. منتابع وإلى صحيفة الأخبار بالصفحة الأولى والعنوان الأول: واشنطن تغدر بالمعارضة مجددا. التفاصيل بالصفحة رقم 4. والصورة: قائد جيش السنة. وطبعا منتابع العناوين: مقتطى الصدر، أمريكا تهيمن على العراق.
كتابات دمشقية يوميات الأمل المفقود، لفلفوها وأطلقوا سراح الضباط ورجال الأمن إلى اللقاء مع فضيحة جديدة في رومية. رجال أعمال تحولوا إلى سياسيين، هكذا خططوا لإسقاط حكومة ميقاتي. أضحى 2012، الخليج يحتفل وبيروت تحت الصدمة، وأفلام العيد بلطجة وكوميديا بلا نجوم. وإلى العنوان الأخير من الأخبار ومن الصفحة الأولى، القيصر يعيد الأمجاد العسكرية للدب الروسي، تطوير الأسلحة وهيكلية الجيش. من الأخبار إلى المستقبل، منتابع حالتنا ومن العناوين بالصفحة الأولى، حزب الله مع التغيير إذا تم بالتوافق، والهيئات الاقتصادية تحذر وصلنا إلى الهاوية. 14 أذار رحيل الحكومة شرط للاستقرار. أكد في بيان أن حادثة الضرب حصلت على طريق المطار، الجيش يحبط فيلم قطع الأيادي والرؤوس. ومن الأوضاع المحلية، من تابع أيضا إلى سوريا، مجزرتان في دوما وإدلب وقصف عنيف في حلب، مجلس الأمن يؤيد دعوة الإبراهيمي وواشنطن تشكك. وأيضا من الأوضاع السورية، من تابع حكاية سورية عن اللقمة المغمسة بالدم. بخانة يقال من المستقبل، نبدأ مع أول خبر. يقال إن مراجع متابعة قرأت في تنويه السفير السوري علي عبد الكريم علي باللواء أشرف ريفي، محاولة لتغطية إمكان استهدافه أيضا. يقال إن اللواء ريفي واللواء الشهيد وسام الحسن كانا قد تلقيا عبر مفادين تهديدا مباشرا من القيادة السورية بعد توقيف الوزير السابق ميشيل سميحة تحت عنوان أنهما تجاوزا خطا أحمر وسيدفعان الثمن. ويقال إن مجموعة من الفلسطينيين الذين أوقفهم الجيش في بعض أحياء بيروت ينتمون إلى جهات موالية للنظام السوري. منتابع وإلى صدى البلد بالعنوان الأول والرئيس، المجتمع الدولي يدعم الاستقرار وينأى بنفسه عن حكومة ميقاتي. الصورة بصدى البلد، كاردينال الشرق الجديد. صورة تجمع البابا بنديكتوس السادس عشر والكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. من سوريا، من تابع الإبراهيمي يخطف الدعم الدولي لهدنة الأضحى. وعنوان أخير، فراز قطر تمول الإرهاب. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية بالعنوان الأول، كلينتون لحكومة تعكس تطلعات الشعب ولا تتصرف كعملاء ووكلاء لقوى خارجية، حزب الله يرفض التخلي عن السلطة. تفاصيل العنوان بالصفحة رقم 2. والصورة خلال الاعتصامات اللي عم بتصير بالأشرفية وببيروت. منتابع أيضا العناوين، 18 شخصية لبنانية في دائرة الخطر، ميقاتي غطاء للآتي، حرب للجمهورية، لا جدوى من الاستقرار إلا برحيل الحكومة. الجيش الحر يرفض الهدنة، عيدنا الخلاص من الأسد. رسائل الجمهورية من باريس وموسكو ونيويورك، والعنوان الأخير، المطلوب الستين لا ميقاتي. هالعناوين منشوفها داخل صحيفة الجمهورية بالتفاصيل، ومنتابع إلى الأسرار لصباح اليوم. أكد نائب مسيحي معارض أن من شروط أي مواجهة ضرورة تحديد العدو، مذكرا بأن من أبرز عناصر الفوز في معركة 2005 أن العدو كان واضحا، فيما اليوم هناك تعام مقصود وغير مبرر. علم أن سفير إحدى الدول الغربية يقوم بجولات بعيدة عن الإعلام لتوضيح موقف بلاده من الاستقرار وعدم ارتباطه بالحكومة الحالية. اتخذ نواب تلقوا تهديدات نصية على هواتفهم، تدابير استثنائية وصلت إلى حد أن البعض منهم لم يغادر منزله. كشف دبلوماسي خليجي أن بلاده في صدد إصدار موقف تجدد فيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة. إلى صحيفة الحياة وأيضا مع عناوين الصفحة الأولى بالعنوان الأول والرئيس،
يشتبه بأن إيران تموله وبأنه يزود حماس الأسلحة والذخائر. غارة جوية إسرائيلية تدمر مصنعا عسكريا قرب الخرطوم. انتحاري يفجر حافلة في دمشق هدية للأسد، وجبهة النصرة ترفض وقف النار مع النظام السفاك. مجلس الأمن يدعم هدنة الأضحى ويأمل باستثمارها سياسيا. وأيضا من تابع إلى العنوان المحلي، مشاورات سليمان حول الحوار يقابلها إصرار 14 أذار على التغيير الحكومي في لبنان. الدول الغربية لا تعارض حكومة جديدة لكنها تخشى الفراغ. ومن عناوين صحيفة الحياة أيضا من تابع، شروط قاسية تحرم سياسيين كثر من الترشح. البرلمان الإيراني يعد لتجريد الحكومة من الإشراف على انتخابات الرئاسة. مواجهة مسلحة في مدينة نصر وضبط أسلحة ومتفجرات. مصر تحقيقات حول تنظيمات مسلحة يشكلها جهاديون ممن أفرج عنهم. إلى العنوان الأخير من الحياة، 1.75 مليون حاج من الخارج ولا حوادث ولا أوبئة. الحجاج يقفون بعرفات وينفرون لمزدلفة. إلى الشرق الأوسط بالعنوان الأول والرئيس أيضا، القيادة السعودية تشرف على تحركات ضيوف الرحمن و60 ألف رجل أمن يؤمنون راحتهم. 2.7 مليون حاج على صعيد عرفات اليوم هو أعلان نجاح يوم التروية. إلى سوريا، والموفد الدولي يخطط لفتح حوار لبدء عملية انتقالية. مجلس الأمن يدعم الهدنة والإبراهيمي متشكك في صمودها. قالت إن 4 طائرات إسرائيلية قصفت مصنع اليرموك الخرطوم. تتواعد إسرائيل برد حاسم على قصف مصنع الأسلحة. إلى لبنان، وسليمان يتشاور حول حكومة جديدة، وكلينتون تحذر من فراغ تستفيد منه دمشق. لبنان، واشنطن تدعو لحكومة ائتلاف. وبالعنوان الأخير، حرب تصريحات بين زعيمي النهضة وحركة نداء تونس. السبسي أخطأت عندما قلت أن النهضة معتدلة. مع هالعنوان من تونس نتوقف مشاهدينا لحظات مع العلين، وبنرجع لنتابع حلقتنا لليوم. خليكم معنا. نرجع مشاهدينا لنتابع حلقتنا لليوم. نبرس فيو وعناوين صحيفة اللواء. عسيري يبلغ سليمان حرص المملكة على السلم الأهلي ووفد من المستقبل إلى جدة. توافق عربي دولي على حماية لبنان من النيران السورية. كلينتون لحكومة لا تعمل كمأمور في خدمة قوى خارجية. وفريق FBI يصل اليوم. 4 ملايين حاج يقفون على عرفات اليوم. من تابع وإلى سوريا، الإبراهيمي يحقق أول خرق بجدار الأزمة السورية. النظام والمعارضة يوافقان على هدنة عيد الأضحى. من تابع ومع اللواء، 4 طائرات شاركت بالهجوم والخرطوم تحتفظ بحق الرد. السودان يتهم إسرائيل بقصف مجمع الصناعات العسكرية. إلى العنوان الأخير من اللواء، نتنياهو يهدد بعدوان واسع على غزة وصواريخ المقاومة تمطر مستوطنات النقب. إلى الأنوار من تابع مع العنوان الأول، المعارضة متمسكة برحيل الحكومة والأكثرية تريد الحوار أولاً. معارك عنيفة ترافق حديث الإبراهيمي عن الهدنة بسوريا. إلى السودان من تابع، طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في الخرطوم. كلينتون تدعم جهود الرئيس اللبناني لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأخطار. وأيضا من عناوين الأنوار من الصفحة الأولى، 4 شهداء في غزة وإطلاق 70 صاروخا على إسرائيل. القوات الليبية الموالية للحكومة سيطرت على مدينة بني وليد.
ومن العناوين الاقتصادية من صحيفة الأنوار منقرة: باريس غرامة 5 مليارات يورو على المضارب بأموال سوسيتي جنرال. إلى خانة كتب المحلل السياسي من الأنوار والعنوان على الشكل التالي: حبل المناورات قصير. منشوف التفاصيل بالصفحة الأولى من الأنوار ومنتابع إلى صحيفة الديار ومع العنوان الأول: ثلاث بصمات على قبضة باب منزل الشهيد، شعبة المعلومات باتت تعرف الجهة القاتلة. السعودية تتهم إيران بقتل الشهيد اللواء وسام الحسن، دارت وحارت وعادت كلمة السر للرئيس الماروني. شعبة المعلومات تعرف من قتل وسام الحسن. أسلحة نوعية للجيش، روسيا الجيش الحر يستخدم صواريخ ستينجر، الإبراهيمي يؤكد موافقة دمشق على الهدنة. وبالعنوان الأخير: السودان تتهم إسرائيل بقصف مصنع حربي جنوبي العاصمة. وبمقال من صحيفة الديار تحت عنوان حقيقة الديار: أتحداكم جميعا. منتابع حالتنا وإلى صحيفة لوريان لجور الصدرة باللغة الفرنسية وبترجمة سريعة على عناويننا، نبدأ مع العنوان الأول. العنوان الأول من لبنان: وهوس الاستقرار. في سوريا: هدنة نعم لكن في الخيال. الدفاع يخسر والمحكمة شرعية. البابا يعين البطريرك الراعي كاردينالا في الكنيسة. إلى صحيفة ديلي ستار الصدرة باللغة الإنجليزية وأيضا بترجمة سريعة على عناويننا، نبدأ مع العنوان المحلي أيضا: سليمان يطالب بالحوار حول حكومة جديدة. العالم بانتظار تطبيق هدنة العيد في سوريا. إسرائيل تتحدث عن إطلاق 79 صاروخا من قطاع غزة. أيضا منتابع الحلقة وإلى صحيفة الشرق بالعنوان الأول والرئيس: التمييز الجزائية الـ LBC للقوات والظاهر أساء الأمانة. أما الصورة من الشرق: عيد بلا عيد، طبعا بإشارة إلى الأوضاع بسوريا. إلى صحيفة البناء منتابع مع العنوان الأول من الصفحة الأولى: مرجع بارز للبناء، سياسة المقاطعة سترتد على منفذيها، بعبدة تجهد لاستدراك الفراغ وتتلقى دعما سياسيا وعسكريا. روسيا تؤكد حصول المسلحين على صواريخ ستينجر والمعارضة تنقسم في موقفها من الهدنة. منتابع أيضا مع البناء: ارتفاع عدد شهداء الغارات الصهيونية على غزة إلى 4، المقاومة تتوعد العدو وترد بعشرات الصواريخ. البحرية الإيرانية حولت التهديدات إلى فرص، طهران تختبر صواريخ جديدة قريبا. السودان: إسرائيل قصفت الخرطوم. وإلى البحرين من البناء: قوات النظام تمنعها باستخدام القوة والعنف، البحرين فعاليات لدعم العكر المحاصرة. نرجع على صحيفة النهار ومنشوف صورة اليوم، رح نرجع نكبرها بقلم أرماح حمصي. هدنة عيد الأضحى في سوريا، قبل الهدنة وخلالها وبعدها. كمان نرجع لصحيفة الجمهورية ومنشوف بقلم أنطوان غانم الصورة، وبإشارة إلى الرئيس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. عم بيسكر باب السراي.
مع هالصورة الخاصة بالأوضاع المحلية بتكون خلصت حلقتنا لليوم. مشاهدينا بنشوفكن بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.